لسه والي ما بقول 20 لحد تو ما شاء الله كويس. ابي احنا بر 10 ما زال زي ما انتم شايفين اهو بحث شغال تمام وهي صفحه تنزل بقول لك ده توفى وطلع طلعوه ده خبر كاذب بحث مستمر تمام واللوادر شغال اهي كله كان عامل تليفون تمام كان بيعمل تليفون وكانت ماشية شوية بعيد الزرع بتاعته مش اخد باله بقى من Thank you.
فوق حد ساكن يوم الحد اللي فات تمام، كانت حوالي الساعة 11 بالليل كده 11 ونص، كان ماشي المغير بتاعته في الصحراء، جاب لي تليفون قعد يتكلم في التليفون تمام مش واخد باله مش واقف في البيت. معاه ناس بقى كانوا هناك معاه استغربوه بعد ساعة كده ولا حاجة بره استغربوه، فطلعوا يدوروا عليه يا طه يا طه تمام، رد عليهم وهو في البيت قال لهم اغتوني انقذوني انا واقع تحت، نزلوا له كشاف تمام وزازة مية نورهم بالكشاف، قعدوا متواصلين معاه من الساعة 11 بالليل لحد الساعة 3 الفجر تمام. في الوقت ده نزلوا له سلبة تمام لتحت، ربط نفسه ربط نفسه تحت تمام، وشدوه 5 متر لفوق تمام، السلبة اتقطعت اتقطعت بقى. بعد كده ما سمعناش صوته خالص، بعد كده لا يتنفس ولا اي حاجه ولا سمعناش صوته خالص، لكن هو تمام هم عليه ما تعرفش بقى ايه اللي حصل له. فاحنا دلوقتي زي ما انتم شايفين حفارات شغاله تمام، ولا اي حد من المسؤولين بتاع المنيا نزل حفار ولا اي حاجه، كل حفارات الاهالي اللي هنا زي وصل عمق 20 متر تمام، فاضل 15 او 10